عملة نوب نفر، ستاتر الفرعون نختمبو، العملة المصرية الذهبية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم النقود وتاريخ النقود. لم تصدر النقود في مصر القديمة بمعناها الرسمي الوظيفي إلا في عهد الأسرة الثلاثين، إذ ساد نظام التبادل الهجيني القائم على المقايضة والوسيط السلعي والمعدني في العصور السابقة زمن المملكة القديمة والمملكة الوسطى والمملكة الحديثة والفترة المتأخرة. وعرفت الفترة المتأخرة بعد الغزو الفارسي لمصر إصدار العملات الأخمينية وتداولها تحديدا في عهد الأسرة السابعة والعشرين، إلا أن تداولها لم يتم على نطاق واسع، بل كان ذلك بالتوازي مع النظام الهجين الذي ساد في معظم عهد الأسرات المصرية، إذ كان التبادل يتم سابقا وفقا لنظام هجين يجمع بين أسلوب المقايضة القديم واستخدام الوسيط السلعي الذي انبثق لاحقا. واستمر هذا النظام إلى فترة الغزو الأخميني، فبدأت سكة النقود الفارسية في عهد الأسرة السابعة والعشرين وكانت تحمل تأثيرات يونانية. وانتهى حكم الأسرة السابعة والعشرين الأخمينية بثورة قادها أميرتايوس آمون إرديسو في سنة 404 قبل الميلاد، الذي توج بعد ذلك فرعونا لمصر. فأسس أميرتايوس الأسرة الثامنة والعشرين وحكم مصر نحو 6 سنوات، وحافظت مصر على استقلالها لأكثر من 60 عاما. وبعد أميرتايوس توالت الأسرات المصرية في الحكم، الأسرة 29 والأسرة 30، وكانت الأسرات 28 29 30 جميعها مصرية وطنية، وقامت دور السكة المصرية في منف أو منفس عاصمة الدولة. وبدأ في زمن الأسرة الثلاثين ضرب ستاتر الذهبي على الطراز اليوناني أو ستاتر على الطراز اليوناني الخالص، ومن ثم أستاتر المصري بالكتابة الهيروغليفية. ولعل أقدم هذه الضروب بالطراز اليوناني ستاتر ذهبي يعود إلى الفرعون جدهور أو تاخس ثاني فرعنة الأسرة الثلاثين. الشكل التالي يبين النقود الرسمية في مصر القديمة في زمن الأسرة الثلاثين، إذ يبدأ ذلك بستاتر الفضي الذي ضرب في عهد الملك نقطام بالأول أو نختمبو الأول، ثم ستاتر الذهبي الذي سك في عهد الملك تيوس أو تاخس أو جدهور، ثم ستاتر الذهبي المضروب على الطراز المصري الخالص الذي سك في زمن الملك نقطامب الثاني أو نختمبو الثاني. ويرجح أن يكون إصدار العملات الرسمية حدث في عهد نقطامب الأول أو خلفه تيوس أو تاخس أو تيوس أو تاوس باليونانية أو جدحور بالمصرية، ومن بعده نختنبو الثاني أو نختأمبو أو نختمبو الثاني. وتعرف عملة نوب نفر بنقد تاخس أو نقطامب الثاني. ويعد هذا الساتر نوب نفر العملة الذهبية الوحيدة التي ظهرت عليها الحروف الهيروغليفية، وهي من أولى العملات المصرية التي أدت دورا وظيفيا، وتنسب تحديدا إلى نختمبو الثاني آخر ملوك الأسرة الثلاثين، وكان آخر حاكما وطنيا لمصر القديمة. عملة نوب نفر الذهبية تحمل العملة على وجهها صورة حصان يقفز نحو اليمين، أما على الظهر فتحمل عبارة نوب نفر بالهيروغليفية وتعني الذهب الجيد أو الذهب الخالص. فكلمة نوب أو نبو التي تمثلها صورة عقد صدري يضم 6 خرزات متدلية تعني الذهب. وتتقاطع كلمة نوب فوق تصوير كلمة جيد أو خالص بالهيروغليفية نفر متمثلة بصورة القلب والقصبة الهوائية. سكت هذه العملة التي تعرف أيضا بستاتر أو الدارك من الذهب الخالص، ويبلغ وزنها 8 غرامات و36 جزءا من الغرام وفقا لمعيار الوزن المقدوني. وبالمقارنة بعملات الأقاليم والمناطق الواقعة تحت النفوذ اليوناني، فإن رسم الحصان على الظهر يمثل عنصرا يونانيا، إذ كان يظهر على عملات الولايات التابعة لليونان القديمة أو المتحالفة معها مثل قرطاجة وتراقيا وأيضا مصر، وكان سمة مشتركة بينها. ومع ذلك تعد هذه العملة مصرية خالصة بطرازها، ولم تكن تقليدا للعملات اليونانية أو الفارسية التي انتشرت في تلك الفترة، وهي تعكس المحاولات الفراعنة في تلك الفترة لإحياء الأعراف والتقاليد المصرية بعد التحرر من الغزو الفارسي لمصر، إذ حشد نختمبو الثاني جيشا من المرتزقة اليونانيين لمواجهة هجمات الفرس والمحافظة على استقلال مصر، واستخدم مثل هذه العملات لدفع أجور الجنود، لكن مع إبراز شخصية الدولة، وجعل هذه العملات من الرموز السيادية لمصر في تلك الحقبة الحافلة بالتهديدات الوجودية للدولة. كما سكت العملات النحاسية في عهد نختمبو الثاني وحملت تصوير الكبش والميزان من دون كتابات بالهيروغليفية، وتشبه هذه العملات في طرازها العام أستاتر الذهبي الذي صدر في الفترة نفسها، وسكت معظمها في فترة حكم نختمبو الطويلة نسبيا.
وشهدت تلك الفترة أيضا إصدار قطع الستاتر الفضي وحملة تأثيرات يونانية امتزجت بعناصر التصميم المصرية البحتة مثل الحروف الهيروغليفية المكونة لكلمة نب نفر، وقد ظهرت داخل تصوير يضم أيضا صورة طائرين متقابلين وفي الجانب الآخر رأسا بشريا. وانتهت فترة حكم آخر حكام مصر من المصريين نختنبو الثاني بخضوع مصر مجددا للسيطرة الفارسية، وجاء الأخمينيون الفرس مجددا بمعاييرهم الخاصة بسكة النقود متأثرين بالأعراف اليونانية، وفرضوا تداول عملاتهم في مصر مرة أخرى.